في بغداد أكد تحالف المحور الوطني أنه لم يحضر اجتماع اللقاء التشاوري في فندق بابل أو يعقد أي اجتماع مع تحالف الفتح في أربيل. وقال المتحدث الإعلامي لتحالف المحور الوطني النائب ليث الدليمي في بيان له إنما يتم تداوله من معلومات حول حضور قيادة المحور الوطني لاجتماع بعض الكتل السياسية في فندق بابل هي معلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن ما يروج له البعض حول لقاء وفد من تحالف الفتح مع قادة المحور الوطني في بغداد العاصمة ليس صحيحا. وشدد الدليمي على أن قادة المحور الوطني ملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، وأن الحراك السياسي للتباحث معهم يستند على معيار أساسي هو البرنامج الحكومي والالتزام به وقدرة ومقبولية المرشح المكلف بالإشراف على تنفيذه.